كثيرة في هذا المجال، رواية عن جابر بن عبد الله أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، يصلي ويا النبي، بعدين يروح في منطقة شوية محلة تبعد عن المسجد النبوي فيقيم بهم الصلاة. راح مرة من المرات وهو مصلي ويا النبي ورايق مرتاح، جعل باله يقرأ سورة البقرة، فقرأ بهم سورة البقرة وش خلصها. فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، شاف مبدي في البقرة، احنا وش خلصنا وياه، خلص صلاة بروحه انفرد وخلص. فبلغ معاذ قالوا له ترى انت طولت وفلان انفرد بصلاته، بعد ينفرد بصلاة عني. فغضب معاذ واتهمه بالنفاق، قال هذا منافق. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة، رايق وما عنده شغل، احنا فلاحين نشتغل، صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم إني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ إن خير دينكم أيسره. ونصوص عندنا كثيرة أن من يصلي بالناس جماعة يصلي بصلاة أخفهم. وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله علموا ويسروا ولا تعسروا. وورد عن أنس قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. هكذا كان النبي يؤكد على الناس أن يكون تبيينهم للدين وممارستهم للدين ممارسة سهلة ميسرة.